هي كده نشوف which one of these are trees. وطبعا كلهم graphs، ان احنا قلنا tree is a graph، لكن يعني اي tree هي graph، لكن مش اي graph is a tree. فخلينا نشوف كده، اول واحدة دي تيجي على الشمال، is it a tree or not؟ yes yes، لان ممكن ابتدي من فوق واعتبرها دي الروت بتاعتي، ثم اتحرك اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. التانية طبعا واضحة وصريحة، it is a tree، جميلة جدا. وactually it is a special type of a tree which is called binary tree. perfect binary tree. yes. طيب التالتة دي بقى، هل دي tree or not؟ دي graph. ماشي دي graph. اوكي طبعا هنا عشان ما فيش arrows فهي تنفع تبقى tree لو حطينا لها شوية arrows، فهتوضح لنا فين الستارت وفين الاند. فمثلا لو حطيت ارو في الاتجاه ده كده جميل، وبعدين سوري وبعدين جيت هنا رسمت كده ارو، فهبتدي ارسم واحدد انا ماشي فين، ومن عند الروت اللي هي كانت فوق على اليمين and so on. فلو كان في direction it could be a tree، however without directions for sure it is not a tree. اخر واحده طبعا واضح جدا انها it is not a tree، لأن يعني مهما اخترت أي نود زي ما أنا شايف الدنيا فيها connections مختلفة، مش بس ماشية from a start point to the end point، unless برضو حطيت arrows في اتجاهات معينة ومحددة. طيب كاش تريز بقى، يبقى احنا ببتدي ب initial state، ادي جدع البوكيمون بتاعنا وادي initial state، قدامه حركة من اتنين صح كده، يا إما يتحرك to the right أو بنسموها east and up هي to the north، أو اتحركنا حركة يمين أو up آدي possible future states. يبقى أنا كده ببني إيه السيرش تري، خلي بالك أنا هنا مش ببني الجراف، لأن يعني زي ما نشوف كده التري او يعني في الكيسز الثانيه بعد كده هنلاقي التري مختلفه عن الستيت سبيس. ثم وات ايلس، هاخد كل ستيت من دوجم وابتدي اشوف البوسيبل سكسسورز بتوعها، يعني اللي تحت يمين عندي 3 possible motions، يمشي يمين يمشي شمال او يطلع فوق، نفس الحكايه اللي بعده. فيبقى the initial state عشان كان البوكيمون موجود في الكورنر فكان عنده two possible successors، الاتنين successors بتوعه لا من حقه تلاتة. طب لو كان موجود في السنتر كان هيبقى من حقه أو بإمكانه يعمل أربعة and so on. فتستمر السيرش تري ديت بحيث إن نوصل فيها الstate اللي هو goal state، وبناء عليه أقدر أبص على التري وأقرر إيه هو أحسن سكة أمشيها عشان أوصل للي أنا عايز أوصل. السؤال التري ديت وأنا شغال كده تفتكروا ممكن يبقى فيها تكرار للنودز أور نوت؟ هو أكيد هيكون فيها تكرار للنودز. تمام بالظبط كده، لأن أنت خلينا نقول إيه النود ديت والله لو طلع لفوق وبعدين شمال، وهنا التانية ديت لو كانت تحرك يمين وبعدين تحت، هنكتشف ان انا مشيت من الروت بتاعي ووصلت لنفس الستيت في حتة ما في التري اكتر من مرة، فهيبقى عندي تكرار للنود بتاعتي. فيبقى search tree helps us to build the plan. نفتكر في بداية المحاضرة قلت لك عندك planning agent asks what if، فبنقدر نبني ال what if tree of plans and their outcomes. The start state هي ال root node ودي should be given في أي مسألة. The successors أو the children بتوعنا based على actions. Each node shows states، ولكن النود بالهيستوري بتاعها بالسابقين بتوعها بيديك بلان. يبقى انا
بقدر بعد شوية وأنا شغال على التري أكتشف إن أنا اتحركت ما بين different states. Actually this is a path وبالتالي ديت app ran into my problem to be solved. Most problems can never actually build the whole tree زي ما قلت لك إن في عندنا ممكن التكرارات تدخلنا في infinite loop وبالتالي التري بتاعتي تبقى ضخمة جدا جدا. وده اللي وصلنا في situation زي ما هنشوف بعد كده أقول لك إيه non-feasible solution. أنا قعدت أبني في التري ومش عارف أوصل لأي goal state. والتري ديبث بقت كبيرة جدا. فمن الواضح إن في حاجة غلط. فوقف السولوشن وأقول لك أنا إيه ما عنديش أي فكرة يعني. كان في موقف كده لطيف ذكره احد الاساتذه الافاضل في حاسبات عندنا كده على الجروب اجاك التشات بوت وسماه بس بدون ذكر اسم التشات بوت واحد بيساله بيقول له انا شاعر بالاحباط وبالضيق وبفكر ان انا اموت نفسي فالتشات بوت بعد ما فكر رد عليه قال له ايه قال له it might be a good idea ان انت تموت نفسك فطبعا ده مش اجابه صحيحه ولكن دي الإجابة للتشات بوت بناء على البروبلم عنده الموديل بتاعه السيرش تري بتاعته وصلته كده لأنه والله قاعد يفكر مين وشمال هو الشخص اللي متضايق ده يعمل ايه لما يجد عنده إجابة فكان الديفولت إجابة عنده والله الرأي اللي هو اقترحه اليوزر بتاعه أكيد حلو مش هو بني آدم وبيفكر يبقى أكيد السوليوشن ده كويس طبعا إجابة زي دي ممكن تبقى صادمة بالنسبة لنا احنا in our culture however إجابة زي دي could be accepted in different يعني nations based إن هم عندهم حاجة اسمها قتل الرحيم والانتحار مقنن ومشروع وقصص زي كده فتبقى الإجابة دي ممكن تبقى إجابة صحيحة بالنسبة لهم يعني فده example قد إيه الانتليجنت ايجنت وأنت بتبنيه وبالذات لما بتعمل فيه interaction مع human beings لازم تاخد في عين الاعتبارات أمور كثيرة جدا الإيثكس القوانين المعايير المجتمعية اللي انت هتشغل فيها الايجنت دوت وبالتبعية هتدي اجابات ماشية ازاي طيب. عندنا الستيت سبيس جراف ادي اكزامبل منه اهو زي ما احنا شايفين ده دايركتد جراف I have no start point here but I have at least a graph in which all possible states are there and the relationships are clear يعني طبعا الارو بتحدد مين هيروح لمين دكتور معلش يس هو كده اصلا من الجراف اللي فات يعني من التري اللي هي سيرش تري اللي فاتت انا اصلا كنت ممكن استخرج الستيت سبيس سؤال مهم مين قبل مين بالظبط ده سؤال مهم فعلا مين قبل مين الصح المودرن بتاعنا بيتبني الاول اللي هو الجراف هو الستيت جراف يس هو الستيت سبيس جراف why because in this model we focus يعني عشان اعرف الاكشن والرياكشن بتاعه هيبقى ايه بس first I need to focus on the different identities I have the different possible states into my domain خلصت من القصه دي احدد العلاقات ما بينهم واحد بواحد فمثلا هنا في الجراف قدامي دوت اس على الشمال ديت بتروح لتلاتة نودز هي ما بيجيلهاش حد فبالتالي اتوقع ان الاس دي could be start ولذلك سماها اس وانا بقرا الجراف دلوقتي اما البي والدي والكيو والاتش لا ده بيطلع منه وبيرجع له فممكن يبقى عندي هنا internally cycles وده احد انواع الجرافس هل احنا عندنا cyclic graphs ولا عندنا acyclic graph انتوا يمكن ما ذكرتوش النوع دوت بس ما علينا فالاساس ان انا ببتدي بالstate space graphs again it helps me to focus on the different distinct unique states the relationships among them and hence I can pick up any one of these states as a start state. By doing so, you can build the tree, taking into consideration the special types of such states. كل الكلام ده مش هيبان في التري.
فالتري بتتبني من الجراف. فمثلا ما ينفعش ابدا اختار الاي دي از ستارت، ملهاش معنى، لان يعني هي ما بتروحش لحد. فبالتالي الاي ديت الجي ديت الاثنين ينفعوا جول ستيت اند ستيت، لان يعني دايما بيجي لهم حد، هما ما بيروحوش لحد. العكس عند الاس، الاس تنفع الستارت او ديفينيت ات شود بي ستارت، ما تنفعش تبقى جول يعني محدش هيوصل لها. اي واحده في النص تنفع تبقى ستارت وتنفع تبقى جول، طالما خارج منها وداخل عليها انبوت او طالع منها ارو يعني، فبالتالي علاقتها مع الاخرين فيها رايح جاي، فمن الوارد ان ابتدي من عندها او اوصل عندها. واضح يا شباب؟ طيب طيب، هنا بقى ناخد يعني ايه اكزامبلز كده النهارده عشان نختم محاضره النهارده ان شاء الله، والمره الجايه نبتدي ناخد تكنيكس بقى ايه ان ديبث شويه القصص. فبيقول لك والله ادي اهو ستيت سبيس جراف، وقلت لك والله انا عايز ابتدي من اس وعايز اروح لحد مين الجي، والخط الاحمر دوت قال لك ده احسن طريق ان انت تمشي عليه. يعني ازاي الكلام ده بيتعمل؟ بان انا هبني تري، فمن الستيت سبيس هنبني التري العظيمه على اليمين ديت، الاس بعدها الدي بعدها الاي. بس انا اتاكد انتوا شايفين الماوس بتاعي. فانا هبتدي بالاس وعندي 3 possible other states. لو رحت على البي، البي هتوديني على الكيو، الكيو ديت زيها زي الاي، مفيش حد بيخرج منها مظبوط، ف ديد اند. لو رحت الاس دي بي اي او دي سي اي ده ديد اند، اكيد ده مش هيوصلني. فبتقعد تبني بقى التري with all possible situations، وبالتبعية مرة أخرى هيبقى عندي فيه تكرارات في التري. يعني إيه تكرار؟ يعني مثلا عندك الكيو ظهرت هنا، عندك البي ظهرت هنا، وفي الحقيقة عندك البي وكيو ظهرين هنا هم، فيبقى عندي تكرار في التري. To find the path، أجلك أحسن path تمشي عليه بقى هنا إذا هيوصلك الجي، ممكن الاس الدي الاي الار الاف الجي. طب انا عندي another possible اي ار اف جي، اختار مين فيهم؟ لو بناخد the shortest path يبقى هاخد اس اي ار اف جي، ده لو ما كانش عندي كوست ما بين كل نود والتاني. لكن بعد شويه لما هنعمل حاجه اسمها الهيورستيك سيرش تكنيكس او الجايدد سيرش تكنيكس، يبقى عندي حاجه اسمها كوست، فممكن اكتشف ان يعني الباث اللي فيه عدد نودز اكتر ده ليس اكسبنسيف، وبالتبعيه ده اللي انا ايه هاخده وامشي عليه. طيب حد عنده اي استفسار؟ في الاخر لما يكون عندي تري اي نود بتديني باث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو وقفت عند النود اللي اسمها A ديت، انا في الحقيقه خزنت الباث دوت، فهنا ما اسمهاش نود A وسكتنا، لا اسمها نود A اللي جينا لها عن طريق B اللي جينا لها عن طريق D اللي اصلا وصلنا لها عن طريق S. فاحنا ماشيين في التري وبنعمل لها بورسنج، فاحنا بنستور الهيستوري بتاعنا. فيبقى كل نود اكشوالي في التري is not only النيم بتاع النود، هي actually النود ومعاها الهيستوري بتاعها، بحيث لما تتكرر في اكتر من حته ابقى عارف الديفرنت هيستوريز اللي انا عديت عليها. عندي الجراف اللطيف دوت عباره عن فور ستيت جراف، I have S A B G. زي ما احنا شايفين الاس should be start point، ال G it should be the goal point، ال A will be intermediate nodes. لما اجي ابني التري بتاعتي هل هتبقى limited و bounded or not and why؟ يا شباب
لو انا اتحركت من الاس وعايز اوصل للجي وهبني التري بتاعتي، هل التري ديت هتبقى باوندد كده ولطيفه وصغيره زي ما الجراف بتاعي صغير، ولا ممكن تكبر مني؟ لا ممكن تكبر. ايه عاد شويه هتكبر توصل لايه؟ انفينيت. واي؟ لان انا ممكن افضل ايه؟ اتفسح من ايه لبي وارجع تاني من ايه لبي وارجع تالت من ايه لبي and so on. فبالتالي التري بتاعتي it will be infinite if it is not guided. وده يمكن الفرق المهم ما بين blinded search strategies والinformed search techniques. ادي المنظر بتاعت التري، الدنيا عمالة ايه توسع 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 وانا عمال ابنيها. فبالتالي ما بنيش التري عمياني، وانا ببني المفروض ابني مستوى بمستوى لحد ما اوصل للجول نود بتاعتي، وبناء عليه هوقف يعني السيرش بتاعي وبالتبعية التري بتاعي. في اكزامبل تاني وجاي بقولك احنا في رومانيا، الحمد لله هو اكزامبل في كتاب من رومانيا ما هيش اوكرانيا بقى دي من دول. ف بيقولك وجاي عندي مدينة عايز ابتدي منها، فالستيت سبيس بتاعي هي سيتيز، سكسس فانكشن هي الطرق، كل طريق له كوست اللي هي الديستنس مكتوب عليه، وبالتبعيه اقرر هروح في اي طريق بناء على الكوست. المفروض الستارت ستيت اجت مدينه اسمها اراد موجوده هنا في الغرب، وعايزين نوصل للعاصمه اللي هي بوخارست عاصمه الدوله. والله بقى قرر انت هتتحرك منين لفين، ده السيت سبيس بتاعي وانا عايز ابني التري بتاعتي. فطبعا زي ما احنا شايفين اراد ديت طالع منها 3 رودز، يبقى لما جابني التري هيبقى عندي 3 possible successors، وكل successor فيها هيبقى حسب عدد الرودز اللي خارجه منها. فهبتدي اشوف السكه بتاعتي هتتبني ازاي، وبعد ما ابني التري ديت او هبتدي بقى احسب انهي path اخد the least cost، وبالتبعية السيرش دوت هيوقفني لما اصل الجول تيست واقدر اختار the optimum solution. ودي قلناها في بداية المحاضرة ان لما اعمل planning عندي optimum solution وعندي non optimum solution. دي التري اهو هو بنيها واحده واحده، يقول لك والله ادي الرود بتاعي هو الاراد، وبعدين يعني هبتدي اكسباند واكسبانشن بيز اون ذا ستيت سبيس، السيتي خارج منها كام طريق، ومع كل طريق بنحط الكوست بتاعنا. فادي اراد طالع منها 3 سيتيز، وكل سيتي هبتدي اشوف السكسسورز لتحت، وهنمشي واحنا ماشيين ونشوف الكوست. طيب فده how to build the research. يبقى important parts here in fringes اللي هم السكسسور. يس هو الكوست اللي على كل ار ده اصلا يعتبر كده يعني informative، يعني دي كده تعتبر information. يس distance اللي انا هقطعها عشان اوصل من سيتي للتاني. طيب يعني احنا كده بدنا اصلا في ال informative search techniques. No. لانك مش عارفة اللي بعدها هيبقى ايه. informative زي ما هنشوف انا عندي فكرة عن ال overall situation مش بس عن ال current situation. انا واقف عند اراد زي ما احنا شايفين كده، خلينا نعمل زوم عشان تبقى واضحة. بعدها ب 140 كيلومتر في مدينة، 75 كيلومتر في مدينة، 118 كيلومتر في مدينة. لو انا هاخد المينيمم كوست هنا وسكت اللي هو المينيمم ديستنس، يبقى انا هروح فين؟ ل 75. هروح ل 75. هل ده وايز ديسيشن؟ لان بعد 75 في 71 وفي 151 اغلط. طب يبقى كان ال 140 اقصر يا جدعان، مظبوط؟ مظبوط. يبقى انا عشان مش شايف ابعد من كده، this is a blind search. تمام. هنشوف بعدين في الانفورمد سيرش دوت ازاي بقى هبقى شايف ابعد من كده، وبالتبعيه هبقى جايدد سيرش بنسميه. تمام. طيب عندنا هنا الروت الفرنج اللي هي
to maintain a fringe هي partial plans under consideration بعد ما بعمل expansion يبقى أول حاجة بأكسباند successors ثم ببتدي أبني البلان ديت بحسب الكوست بتاعها ونشوف بقى تكنيك how to expand and how to assess اللي هي exploration strategy and which plan I need to look at فهو ده السيرش تكنيكس بتاعتنا انتوا تعرفوا بعضها طبعا لو بصينا تاني على الموديل دوت ادي التري بتاعتنا ادي الاس وادي السكسسورز بتاعتها ثم ابتدي اقرر وانا شغال في البرنامج بتاعي مين البلان اللي انا مشيت عليها اخد اس وبعدين راح جي دي طبعا مره اخرى جه راح جي دي والله راح بناء على كوست او راح بلايندد ايا كان بس ده كده ايه السيرش تكنيك فطبعا السيرش تكنيك ده زي ما انت شايف في الميموري على اليمين بقى ان هو وانس عدى على نود وظهرها المفروض بيخزنها ان دي has been visited ويبتدي يعمل expansion based on this ويشوف هيحصل ايه بعد كده to choose one of them فاول مره كان visited كانت الاس تاني مره الاس دي تالت مره بقى عندي path اسمه اس دي بي and so on ونستمر في القصة دي لحد ما نوصل لمين لآخر واحد اللي هو الـ SDERFG يبقى هو ده الباث بتاعي أو ده البلان أو ده الفرنج بتاعي فيبقى مرة أخرى الأول ببني الـ State Space من الـ State Space ببني الـ Tree وأنا ببني الـ Tree بعمل لها Traversing لحد ما أخبط في الـ Goal State بتاعنا التكنيك احنا تبعنا ده اقرب ما يكون بالدبث فيرست ممكن والبريدث فيرست ولا حاجه كده عجيبه هدي عشان هو لا هو مش ديبس ولا بريد هو مش بيعملها اصلا يعني ستيج باي ستيج فهو فعلا مش الاثنين بس معلش كده يا دكتور هو كده بيروح للجول وانش مش several times زي مثلا ما كنا في البوكيمون جيم كان في البوكيمون كل شوية يعني عنده مثلا لو ابتديت من هنا هيبقى في الجول هناك لو ابتديت من حتة ثانية هيبقى في الجول هناك طب كده انا شايفة انت شايفة خط الاحمر اللي انا رسمته دلوقتي من الاس عندك سكة تانية للجي وانا لم اصل لها خالص حتى الان ما شفتهاش انا وصلت للجي عن طريق سكة تانية مظبوط فهو بقى السؤال بقى ده بقى التكنيك اللي نتكلم عنه how to see the other possible solutions and to make sure that you will reach to the best solution وطبعا كلمة best دي cost shortest path shortest time ايا كان بقى حسب احنا ايه شغالين ازاي هنشوف الكلام ده بقى. ماشي طيب وعارف يعني هنشوفه بقى ايه the next week ان شاء الله تعالى في المحاضرة بتاعتي بس النهاردة على الأقل خلينا نتفق إحنا أخذنا إيه حتى الآن إحنا أخذنا استكمالا المحاضرات السابقة وبيزت على الإيجنتس وعلى البيجرز بتاعت الراشنال إيجنت اتكلمنا عن what's called how to model the problem وركزنا على الأتوميك way to represent أو to model the states of the problem لما دخلنا في كلمة states كلمنا عن graph theory وبالتبعية state space graph ومنه tree ثم how to search أو how to find a path أو a possible path next time بقى هنتين ندخل في search techniques المختلفة بس إيه يعني ياريت تكون الناس ذكرت شوية ياريت يعني عشان التوتوريالز الأسبوع الجاي المذاكرة طبعا من أول محاضرة لو سمحتوا الناس تبص على المحاضرات ونكون جاهزين إن شاء الله المحاضرة الجاية اللي هناخدها الأسبوع الجاي إن شاء الرحمن يوم السبت هنتفق على الموعد في ضوء الموعدين هيغطوا معاكم إيه يوم السبت دوت وهتشتغلوا ساعة كام لساعة كام وإن شاء الله تعالى نتقابل الأسبوع الجاي بإذن الله جايز يبقى المحاضرة on campus yes بس مرة أخرى في ضوء اللي هتفق عليه مع الموعدين أو هيبقى معيدين بس هم الـ on campus وبعدين أنا هبقى معاكم أونلاين آخر النهار بإذن الله السبت الجاي كده استعدوا يوم عظيم مالتي إيجنت أوتونومس كورس يعني عندها استفسار يا شباب؟ لا تمام شكرا